راح توصلها للدوره، شو راح نستفيد من الدوره، شو راح تحل المشكله من الدوره، اهداف الدوره. التدريب هو حول روح الفريق وحول بناء الفريق وحول المهارات التعبة والضغط. راح نناقش اليوم مواضيع كثيرة بهذا التدريب، حول ما هو الفريق، كيف تشكيل الفريق، الأمور اللي لازمة لترتيب وضع الفريق، الفريق الفعال وغير الفعال، كيف أنا أعزز روح العمل بالفريق. هذا جزء من الجزء الأول من التدريب. الجزء الثاني راح يكون حول التعبة والضغط والتأثير، وكيف أنا يعني بدي من خلال هاي المهارات اللي اليوم راح ناخذها كيف أنا بدي أقدر أقيم ونسق لحملات ضغط وتعبئة من أجل الانتصار لقضيتي المجتمعية اللي أنا بأمن فيها. المشروع أولا هو مشروع خلق فرص عمل، أي يعني النقد مقابل العمل، ينفذ بالتعاون ما بين جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية ومؤسسة أوكسفام للتضامن الدولي البلجيكية وبتمويل مباشر من الحكومة البلجيكية. ليست هذه التجربة الأولى بالنسبة لنا كجمعية الإغاثة الطبية ومؤسسة أوكسفام، بينما هذه هي التجربة الثالثة التي ننفذها بمعدل كل سنة ونصف. يكون عندنا مجموعة من المشاريع 20 مشروع تقريبا في كل سنة ونصف ننفذهم بالتعاون المشترك معنا. يهدف المشروع أولا إلى حل جزء من مشكلة البطالة المتفشية في المجتمع الفلسطيني، وثانيا يهدف إلى تحسين الخدمات الاجتماعية تقدمها المؤسسات الريفية للمستفيدين المباشرين في المواقع، وخاصة المواقع المضطرة من الجدار والاستيطان. هذه ورشة تدريبية بمثابة 3 أيام تهدف إلى خدمة وتطوير قطاع 3 مؤسسات مجتمعية في محافظة طول كرم، بالإضافة إلى تأهيل البنية التحتية لهذه المؤسسات والنهوض بالواقع المؤسساتي في الوطن. عبد الكريم عودي، تلفزيون الفجر الجديد، طول كرم اليوم.